لم يسمعوا القائد الشاب حينها ولا اليوم على ما يبدو، تماما كالجنود الأمريكيين الذين لم يسمعهم أحد في مطار كابل. يتذكر الجنود كيف شاهدوا مشتبها به يتجول وسط حشود المطار، وأنهم طلبوا بالإذن بالاشتباك، لكن طلبهم رفض بسبب وجود المدنيين. ساعات فصلت بين الرفض وبين تحول الانتحاري لقنبلة بشرية انفجرت لتترك أشلاء 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا. نصيب الرقيب تايلر فارغس من الحادث كان 15 شظية معدنية و43 عملية جراحية وأطرافا مبتورة، لكن آخرين لم يحالفهم الحظ، كانوا قبل أيام يحاولون إنقاذ رضيع وانتهوا صرعى بلا حراك أمام المطار. لم يتبقى منهم سوى صور تذكارية أو سوارات تحمل الأسماء والأرقام العسكرية. ما زال الناجون يتذكرون كانت لديهم الفرصة للاشتباك مع المشتبه به. تقتلهم الفكرة كل يوم كما تقتلهم صور الضحايا.